أهلا وسهلا، أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا. أعزائي المشاهدين، أسعدتم مساء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الغاز وأمثال من التراث. نحن معكم اليوم في محافظة المفرق. إذن لنبدأ في طرح اللغز والمثل. أهلا ومرحبا، كل عام وانت بخير. وانت بخير. أهلا. المثل بيحكي إن رجعت من السفر. رجعت من السفر، بارك بارك لأهلك. أيوة، مش فاهم السؤال. المثل بيحكي إن رجعت من السفر. الحمد لله على السلامة. أيوة والله ما بعرف. أيوة والله ما بعرف. إجا باصر بيد؟ لا، بعده طيب. شو المثل اللي اسمه؟ انتم سكان المفرق؟ لا، سكان مشيت بني حسن. وين؟ مشيت بني حسن. طيب، بيحكي المثل ان رجعت من السفر، كمل المثل. اذا رجعت من السفر افرش ونام. زغرت. إيه؟ رجعت من السفر زغرت. زغرت؟ زغرت لحاله؟ يعني هي الزغرت. مرته تزغرت. زغرت مرته. طاب السهر. ايوه. لا والله ما حاسس. شو؟ والله ما بعرف. المثل بيحكي ان رجعت من السفر، كملة. مش عارف. ما مش عارف. ايوه. طيب ما بعرف. ما بتعرف؟ ما بعرف. لا ايوه. ودعت الطفر. ايش؟ ودعت الطفر. رجعت من السفر ودعت الطفر. ايوه. رجعت على اهله. إيه؟ على اهله. لا والله ما بعرف. والله ما بعرف. اشتقت للسفر. اشتقت للسفر. شكرا. ايوه. نعم. اذا رجعت من السفر امن بالقدر. انا رجعت من السفر مش عارف والله. اسف مش عارف. لا والله. ايوه والله مو عارف. اسف. سكان رحاب. والله. طيب بدي اعطيك هالمثل تكمله. المثل بيحكي ان رجعت من السفر. كيف؟ ان رجعت من السفر. ايوه. كمل المثل. والله ما بعرف. ايوه يا حاج. ايش؟ ان رجعت من السفر. كمل المثل. كمل المثل. الحمد لله على السلامة. ايوه ايوه. والله ما بعرف. مش عارف. لا والله. الاخ الحمد لله على السلامة. هون الأخ. لا والله ما بعرف. كل عام وانت بخير. بخير. المثل بيحكي ان رجعت من السفر، كمل المثل. ما بعرف. تعرف؟ ما بعرف. بنسى الطفر. المثل بيحكي ان رجعت من السفر، كمله. ما سالم. سالم رجعت من السفر. سالم. شكرا. ما بعرف والله. تعرف؟ تعرف؟ لا. ها؟ لا. لا والله. تعرف يا اختي؟ لا والله. والله ما بعرف. ما بتعرف. الأخ هون. والله ما بعرف. اللي بعرف إنه سلم أحبابك. ما بعرف. لا بعرف. والله ما بعرف. ما بتعرف. الأخ هون. والله ما بعرف. نسافر كمان مرة، شو نسوي؟ أيوة. والله ما ندري. أنت. أفرش ونام. ترجع إيش؟ أفرش ونام. أيوة. شو السون؟ إن رجعت من السفر. والله ما بعرف. تعرف؟ لا. سلم اهلك. ايوه. ان رجعت من السفر هنوك بالسلامه. هنوك بالسلامه. وتجي الصبح على اهلك وتصلي ركعتين بالمسجد وتجي على اهلك الصبح وليس بالليل. جينا نهنيك. الحمد لله على السلامه. ايوه. هنيك بالسلامه. الاخ هون. هنيك بالسلامه. تنسى ايام الطفر. ايوه. تنسى ايام الطفر ولا لا؟ تلاقي خير. والله ما بعرفه. ما بتعرف. بتعرف تكمل المثل؟ اي ولا لا. والله للاسف. بتعرف؟ والله للاسف ما بعرف. كمل المثل. والله ما اعرفه يا اخي. ما بتعرف. جيب الغنايم. كملي. اهدي اهدي لو حجر. اهدي لو حجر. صحيح. لو حجر. صحيح صحيح. كيف يا شباب؟ صحيح صح. ايوه. تعالي تعالي عندنا هون. مبروك مبروك. الله. طيب نتعرف. خلينا نتعرف عليها. شو اسمك؟ مريم. مريم ايش؟ مريم خلف حماد. مريم الخزاعلي. الخزاعلي. طيب انت عندك اولاد؟ عندي. كم ولد؟ أربعة. واولاد وبنات؟ أربعة؟ لا ثمانية بنات واولاد. معلش خلينا نسمع. أربعة اولاد وقديش؟ أربعة بنات وأربعة اولاد. الله يخلي لك اياهم. شو جوزك بيشتغل؟ قاعد والله. ما بيشتغل؟ انت من سكان رحاب؟ ها؟ سكان رحاب. طب احنا بنقدم لك جائزة البرنامج. خلينا بس نقدم لها جائزة البرنامج. والجائزة مقدمة من شركة الافغاني للتحف الشرقية، ليرة ذهب. وسيف طبعا. شكرا.
شكرا شكرا للتلفزيون. شكرا للشيخ ست ايمان نشكرك. بارك الله فيك. اهلا وسهلا اهلا وسهلا ومرحبا. بلعمة انت؟ بلعمة نعم. بدي اعطيك هاللغز وتحله. اللغز بيحكي من الشمس اسمها، من الشمس اسمها، ومن الورد رسمها، وفي الارض جسمها. شو هي؟ من الشمس اسمها. تعرف؟ لا والله اني ما اعرف. الورده؟ الورده جاي خذ جوز ورد. ايوه. شو هي؟ اللغز بيحكي من الشمس اسمها، من الورد رسمها، وفي الارض جسمها. نار. النار. لا والله مش عارف. نعم. ما اعرف والله. عدي والله مش عارفه. لحظة عدي عدي. عيده. من الشمس اسمها، من الورد رسمها، وفي الارض جسمها. والله ما نعرف. نعم. والله ما نعرف. ايوه. والله مش عارفينه. ايوه. القمر. ايه. القمر. القمر. شو كان بلعمة انت؟ كان بلعمة. بحكي اللغز، من الشمس اسمها، من الورد رسمها، وفي الارض جسمها. شو هي؟ نار. شكرا. والله ما بعرف. طيب تعرف؟ الشمس متغطى بغربال. نعم. الشمس ما تغطاش بغربال. لا انا بعطيك اللغز. أيوة. اللغز بيحكي بدك تحله. اللغز بيحكي من الشمس اسمها، ومن الورد رسمها، وفي الارض جسمها. ما بعرف. من الشمس اسمها، من الورد رسمها، من الورد رسمها، وش الثالث؟ في الارض جسمها. في الارض جسمها. انتو سكان هاي بلعمة اسمها؟ نعم. بعطيك هاللغز تحله. اللغز بيحكي من الشمس اسمها، من الورد رسمها، وفي الارض جسمها. شو هي؟ من اول عيدي ليها بالله ثاني مره. من الشمس اسمها، من الشمس اسمها، ومن الورد رسمها، وفي الارض جسمها. والله ما بعرف. شو والله هي ما والله كان تقدر عليها، احنا ما نقدر عليها. عيدي ثاني مره والله. من الشمس اسمها، من الورد رسمها، وفي الارض جسمها. ما مش عارف. نعطي فرصة للإخوة هون. كل عام وانت بخير. اهلا انت بخير. من الشمس اسمها، ومن الورد رسمها، وفي الأرض جسمها. شو هي؟ عين الشمس. نعم. عين الشمس. شو هي؟ وردة عين الشمس. وردة عين الشمس صحيح. نتعرف عليك. علي سالم خزالة. علي سالم خزالة. طيب نحكي لك ألف مبروك. وطبعا انت فزت بجائزة البرنامج. شو بتشتغل حضرتك؟ ميكانيكي. ميكانيكي؟ ميكانيكي سيارات؟ سيارات. أي نوع من السيارات؟ نعم. ما شاء الله. وين محلك؟ مش محل، بسلطة الكهرباء، محطة الحسين الحراري. تشتغل في محطة الحسين. الله يعطيك العافية. وسكان بلعمة. نعم. عندك أولاد؟ عندي شباب. كم ولد؟ عندي 5 وبنت. إن شاء الله بسلموا لك. طبعا بنقدم لك جائزة البرنامج مقدمة من التلفزيون الأردني، ومن صالات، طبعا بدعم من صالات صافوت للأفراح. ألف مبروك. 100 دينار. مشكور. أهلا. أهلا. جوائز هذه الحلقة مقدمة من شركة الأفغاني للتحف الشرقية وسط البلد، جبل الحسين، جبل الويبدة، هاتف رقم 676-670. صالات صافوت الكبرى للأفراح والمناسبات، صالات حديثة، خدمة مميزة. صافوت، هاتف رقم 836-244. أعزائي المشاهدين، حتى نلتقي في الغد إن شاء الله مع لغز ومثل جديدين وفي محافظة أخرى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.